السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم اتفضل. شيخنا الكريم صلى الله يتقبل منا ومنكم يا رب. بالنسبة لشيخنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ويعني ما الحكم؟ إحنا مثلا ممكن نسافر من مدينة لمدينة عشان نصلي في مسجد معين وراء إمام يعني معين القيام والتراويح وكده، أو ممكن بعض الناس بتسافر من محافظة لمحافظة، هل يعني في مشكلة في الحتة دي؟ اسمع لي كده، في مسألة شد الرحلة هذه المستثنى منه المساجد لاعتقاد فضيلتها، مثلا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لازم فيه تقدير لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا ل3 مساجد. فمثلا افترض أن في مسجد فيه عالم وأنا أريد شد الرحل لتعلم العلم، والعالم موجود في هذا المسجد، فشدي للرحل ليس من أجل اعتقادي أن هذا المسجد فيه فضيلة، الفضيلة في 3 مساجد فقط، فضيلة الكبرى يعني، لكن أنا سأشد الرحلة للذهاب للعالم الموجود في هذا المسجد أو للقارئ حسن الصوت الموجود في هذا المسجد. ففي فارق بين أنني أشد الرحلة لمسجد اعتقادا لفضيلته وبين أن أشد الرحلة للاستماع للصوت الحسن أو الالتقاء بالصالحين. نعم. فهم الكلام؟ لأن هذه المسألة أخطأ فيها بعض العلماء، وهي من المسألة التي أخطأ فيها ابن تيمية رحمه الله وأخذت عليه من جماهير العلماء، أنه منع زيارة قبر النبي عليه السلام مستدلا بماذا؟ مستدلا بلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فاستدلاله أن لا تشد الرحال هو جعل المستثنى منه عاما، لا تشد الرحال لأي شيء إلا ل3 مساجد. فنحن إن وافقنا على أننا لا نشد الرحلة لزيارة القبور، لكن نخالفه في الاستدلال. ما استدلالنا على أننا لا نشد الرحلة لزيارة قبر؟ شد الرحل لزيارة قبر ليس من فعل الصحابة فقط، هذا الذي نستطيع أن نقوله، ليس فيه نهي، إنما نقول لا نشد الرحلة لزيارة القبر، إنما نوجه النية أننا نشد الرحل لمسجد رسول الله، لكن المستثنى منه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المستثنى لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى اعتقاد فضيلته إلا ل3 مساجد. أما نشد الرحل لطلب العلم، أشد الرحل لزيارة أهلي، أشد الرحل لزيارة أخ لي في الله في أي مكان، أشد الرحل للتجارة، كل هذا مباح. نعم نعم فهمت؟ وصلت. جزاك الله خيرا شيخنا، يعني وضحت والله، ربنا يرفع عمرك. وياكم.